السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الخاصة بالعمل بالميناء والأرباح منه. معنا اليوم عملة هورزون. سألني العديد عن تحميل المحفظة. كل ما عليك هو القيام بتحميل المحفظة على سطح المكتب ثم الدخول إليها من هنا. كل ما عليك هو القيام بتسجيل المحفظة الجديدة. هنا يطلب منك اسم المحفظة، وهنا الباسبورد، وهنا الكون تأكيد الباسبورد. إذا من هنا تقوم بإدخال المحفظة الخاصة بك، اسم المحفظة باللغة الإنجليزية، ثم الباسبورد، ثم هذا. سأقوم بإدخالها وسأعود إليكم. إدخال كلمة، حاول أن تستخدم الأرقام العربية الإنجليزية كابيتال وسمول، ثم رمز، ثم رقم خاص بك، ثم الدخول من هنا. باسبورد لا يتطابق، عيد كتابة الباسبورد من جديد. ثم تقوم المطالبة، وهنا تقوم بالموافقة على الشروط، ثم الدخول من هنا. ثم الضغط بعد تحميل المحفظة وإنشاء كلمة المرور واسم المستخدم، تقوم بالضغط على Add Book. بعد الضغط على Add Book تقوم بالضغط على هنا Add Connect. وهنا تقوم بتسجيل اسم المستخدم. عفوا دقيقة، عفوا يا شباب، هنا عبارة عن إضافة، إذا كنت تريد أدرس جديد من هنا إضافة المحفظة. هل تريد إضافة محفظة جديدة؟ نعم. ومن هنا تقوم بتسجيل النيك نيم الخاص بك، ومن هنا تقوم بتسجيل الباسبورد الذي تريد. يمكنك اختيار هذا أو هذا أو بدون باسبورد. هنا مثلا تسجل اسم المستخدم الخاص بك. إذا بإمكانك استخدام الباسبورد أو بدون الباسبورد، ثم تقوم بالضغط على Continue بهذا الشكل، ثم تقوم بالضغط على Continue. هنا هنا يقول لك Continue Pick Up Feature Please Make Sure Look. إذا نقوم بالموافقة، انتظر 8 دقائق حتى يقوم بتوليد الكلمات الخاصة بك العشر. إذا يا شباب هذه الكلمات العشر تقوم بنسخها، تقوم بنسخها لأنه سيتطلب منك إضافتها بالترتيب كما يلي. تقوم بنسخهن والاحتفاظ بهم مثلا هنا في ملف الورد، ولكن احفظها انت في انا ساستخدمها بس فقط للشرح فقط. هذه العشر كلمات تحتفظها، اذا نسيتها فستضيع عليك المحفظه. هذه كلمات الامان الخاصه بك، لازم تحتفظها في جهاز اخر غير الكمبيوتر وغير التلفون. اكتبها كتابه او قم بطباعتها والاحتفاظ بها، لانه اذا ضاعت الجهاز او ضاعت اي شيء بامكانك استعاده المحفظه والاموال الخاصه بك من اي جهاز في العالم، ولكن بعد التأكد من هذه الكلمات. هذه العشر الكلمات تقوم بحفظها بهذا الشكل، ثم تقوم هنا بالموافقة أنك قمت بحفظها. طبعا هذه الكلمات ليست خاصة بي وإنما للشرح، ثم تقوم بكنتينيو. إذا من هنا يتطلب منك إدخال الكلمات بالترتيب. الكلمات بالترتيب هي عبارة عن هذا، مثلا موديل، ترو، بورش، برايت. هذه الكلمات بهذا الشكل، الأول موديل والثاني ترو، تقوم بإدخالها بهذا الشكل. هذا مود، ثم ترو، ثم تقوم باستخدام العشر الكلمات الخاصة بك. بعد إكمال العشر الكلمات الخاصة بك تقوم بالضغط هنا نعم ووافق على الشروط وقد حفظت بالكلمات، ثم كنتينيو، ثم كنتينيو بهذا الشكل. أنا سأعود للمحفظة الخاصة بي وأكمل لكم المرحلة من هنا.
إذن يا شباب، بعد الدخول إلى هذا اختيار الكلمات، ستكون لديكم المحفظة جاهزة بهذا الشكل. هذه المحفظة الخاصة بكم، ثم تقوم بهنا هذا بالضغط على هذه المحفظة، هذا الأدرس الخاص بك بهذا الشكل. ثم تقوم بنسخه من هنا، هذا هو الاي بي الخاص بك، او من هنا مثلا، وهذا هو الاي دي الخاص بك بهذا الشكل. تقوم بنسخه وارساله الى الموقع. ما هو الموقع؟ الموقع اللي هو الخاص بالصنبور لجمع العملة، او اذا حصلت على اير دروب او خاص ستجمع الى هذه المحفظة، لا تجمع الى البيانس مباشرة. سننتقل الان الى الموقع. هذا هو الموقع الخاص بالمحفظة. كل ما عليك هو الفست الصنبور الخاص بالمحفظة. كل ما عليك هو الضغط على هنا على هذه الكابتشة، ثم كليم. بعدها ستنتقل مباشرة إلى المحفظة الخاصة بك. تقوم بالدخول بعد هذا كل يوم فقط. ثم تقوم بالضغط على اكس هنا. في هذه الحالة ستقوم إذا ضغطت 5 أيام متتالية ستحصل على بونس نهاية الـ5 أيام، مقداره هذا المبلغ. يعني كل 10 أيام تقريبا تحقق، أو كل 100 بالفترة ستحقق 50 دولار من هذه العملة. هذا بونص ليس بقليل، وسعر العملة هنا 51.17. هذا هو البونص الخاص به. هنا حسابك الشخصي، تقوم بالإضافة أو لتجميع المزيد أو لمضاعفة الرصيد تقوم بعمل الآتي: الدخول على اكسترا تويت، ثم ربط الموقع بجوجل الخاص بك، ثم الفيسبوك، ثم اللينك التويتر، ثم اللينكدين، ثم نسخ المحفظة من هنا، نسخ الرابط الخاص بالمحفظة الخاصة بك هنا، ثم تشينج اللي هو ربط المحفظة بهذا الشكل. هذا هو الاختيار. سيقوم هنا تقوم بلصق الادرس الخاص بك هنا، ثم تقوم نيكست. سيتطلب منك الموقع ارسال رسالة. تقوم بالعودة الى هذا الموقع والضغط على هنا رمز اليد هذه الموجودة هنا، ثم تربط الرسالة هنا، تقول له موافق. credit again jury. ثم ستطلع لك هنا رسالة أخرى، تقوم بنسخها ولصقها والذهاب للموقع ولصقها هنا، وبالتالي تكون قد ربط المحفظة. بعد ربط المحفظة مباشرة ستحصل على السحب اليومي كل يوم، هذا لمضاعفة الرصيد. هنا إذا أردت 20% رفع القيمة، تقوم بتحميل البرافة والعمل عليه. هنا للاحتفاظ الخاص بك، إذا احتفظت بمبالغ معينة من الزين ستتضاعف لك هنا القيمة كل يوم من الموقع نفسه، يعني بيعدل لك مباشرة من العملات المحتفظ بها. سنلاحظ السحب الخاص بنا الآن، طبعا من هنا الخاص بك الكليم، سحب التاريخ. هنا أنا سحبت اليوم عبارة عن 1728 ساتوشي، وهنا المسحوبات السابقة تتضاعف كل يوم تسحب، اليوم الثاني أكثر، ولكن عندما تنقطع تعود من جديد. انتقل للمحفظة. إذا انتقلت هنا للمحفظة الخاصة بي، وهذا هي الرصيد الخاص بي. نقوم بعملية التحديث. عملية التحديث، هذا هو الرصيد الخاص به هنا، هذا وصلني اليوم. إذا إجمالي الرصيد هو عبارة عن 91446 ساتوشي كل يوم يزيد هذا الرصيد من خلال هذا الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في الفيديو القادم كيف عملية الربط وكيف تربح من الإيردروب الخاص بهم.